للمزيد مشاهدينا تنضم إلينا من واشنطن دكتورة سحر خميس، أستاذة الإعلام في جامعة ميريلاند الأمريكية. أهلا وسهلا بك دكتورة. كيف تنظرين إلى مستقبل العلاقات بين الرياض وواشنطن على ضوء التقرير الاستخباراتي وتصريحات بايدن الذي قال إن العلاقات مع الرياض ستتغير؟ شكرا لكم على الاستضافة. بالفعل يبدو واضح جدا أن هناك فصلا جديدا في العلاقات بين البلدين، هناك تغير في عدة مسارات، ليس فقط في عملية إصدار أو الإفراج عن هذا التقرير الذي بالمناسبة المحتوى لا يعتبر جديدا، معروف يعني مسبقا من قبل الـ CIA أو جهاز الاستخبارات الأمريكية، أشارت بدرجة عالية من الثقة أن هناك تورط لمحمد بن سلمان في إصدار أوامر بعملية قتل خاشقجي حدثت في عام 2018 في إسطنبول كما نعلم. ولكن الجديد في الأمر هو التوقيت والإفراج عن هذا التقرير بصورة غير محظورة، وتتيح فكرة اطلاع الجميع عليه بشكل علني. هذا هو الجديد في الأمر، وهذا يعتبر وجه واحد فقط من أوجه التغير التي حدثت مؤخرا في العلاقات بين البلدين. هناك على سبيل المثال وقف الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الحرب على اليمن، وقف صفقة أسلحة ذات دقة عالية كان من المزمع أن يتم إبرامها مع السعودية، هناك أيضا وقف بيع طائرات F-35 لحليفة السعودية الإمارات. هناك أشياء كثيرة تغيرت حقيقة في هذا المجال، وأعتقد أن أيضا المكالمة الهاتفية التي حدثت بين الرئيس الجديد جو بايدن وبين الملك سلمان توضح هذا المسار الجديد، حيث ركز بشكل واضح وشديد يعني الوضوح على عملية اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بملفات حقوق الإنسان وما أسماه بالرول أوف لا أو سلطة أو سطوة القانون. دكتورة، لكن دكتورة كيف نقرأ الموقف الإدارة الأمريكية؟ من جهة تنشر التقرير وترفع السرية عن التقرير الذي يتحدث صراحة عن ولي العهد السعودي أنه كان متورطا في العملية سواء بالقبض على والتي أفضت فيما بعد إلى مقتل الصحفي السعودي، لكن في الوقت نفسه العقوبات طالت شخصيات سعودية دون واستثنت ولي العهد السعودي. هناك من المراقبين من يرى أن أخلاقيا الإدارة الأمريكية وكأنها سقطت في مطب تظهر وكأنها تقايض السعودية في أمر ما. أعتقد أن بايدن له سياسة نسميها سنترست، أي السياسة الوسطية، هو ممن يفضلون أن يمسكوا دائما بالعصا من المنتصف كما يقولون. حتى في مكالمته الهاتفية مع العاهل السعودي عندما تحدث عن ملفات حقوق الإنسان وسطوة القانون أشاد في نفس الوقت بالإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين في السعودية وبعض الناشطين والناشطات مثل جيمي كزلول وغيرهم وبعض حاملي الجنسية المزدوجة السعودية والأمريكية في نفس الوقت. هو يريد أن يكون هناك مسار دبلوماسي أيضا ومسار للتعاون المستمر بين البلدين، لا يريد أن يضحي بهذه العلاقة التي يسميها بالشراكة، يقول أن السعودية هي شريك هام للولايات المتحدة الأمريكية. وإن كنت أعتقد أن الفصل الجديد لهذه العلاقات التي تحدثت عنها سابقا نرى فيه أيضا نوع من التقليص لحشد هذه العلاقات. أمريكا الآن أقل اعتمادا على نفط السعودية ونفط الخليج بصفة عامة عما سبق. هناك أيضا محاولة العودة مرة أخرى إلى مسار الدبلوماسية مع إيران والعودة إلى طاولة المفاوضات فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه أمريكا بشكل أحادي ومفاجئ في عهد ترامب. كل هذه الأمور تشير إلى تغيرات القوى الاستراتيجية في هذه المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط. أشكرك يا دكتورة سحر خميس، كنت معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن، وذكر أنك أستاذة الإعلام في جامعة ميريلاند. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شهدت تونس العاصمة مظاهرتين اثنتين، الأولى من تنظيم حركة النهضة تحت شعار الدفاع عن الشرعية والبرلمان، والثانية دعا إليها حزب العمال اليساري واتحاد القوى الشبابية تنديدا